مباراة حكمها محمد دشويني ومغلوط رشيد رفقة عبد الرحمن بهلول، وفي بدايتها سجل بلال زياني بعد توزيع داخل منطقة الستة أمتار هدفا للضيف. أشبال المدرب رضا زواني عادوا بعدها لينظموا اللعب قبل الحصول على مخالفة وضعها بالمليمتر حارس الدوق بذكريات التألق في الشباك، معدلا لشباب الزاوية الذي ضيع طيلة 120 دقيقة أكثر من فرصة، مثلما ضيع وفاق صور الغزلان ما جعل ضربات الجزاء فيصلا بين التشكيلتين بسيناريو مجنون، عندما تصدى حارس الوفاق لأولى الزاوية وتصدى حارس الزاوية لثالثة الوفاق. بعدها الأحسن سجل واحتفل وأنهى المباراة قبل أن تختار العارضة في سادس الضربات الفائز.